لا جا باسي كسوا للاخوه الصحفيين ولا حتى للملاعبيه نتاعو المره الجايه هاو في بالكم ان شكون لا هو ميساج حتى للملاعبيه نتاعو معناها بطريقه غير مباشره للملاعبيه خاطر اكيد يعرف انه الفيديو باش معناها يسوغا بارتاجي وكل شيء دونك يعرف الملاعبيه باش يسمعوه حاب يوصل ميساج وانه هو المسؤول على الاختيارات وهو اهم حاجه في المدرب هذا وانه واضح معناها في اختياراته واضح افكاره من الاول ملي جا ديجا من البيريود تاع بريباراسيون في اختياره الملاعبيه الاجانب زوز جدد اللي دخلوا حدد وانه نقايس ترجي في ملاعبي قدام الدفاع اللي هو اولو للترجي من الصيف حتى القدوم اولو قعد كل مره يجرب في ملاعبي قدام ديفونس والامور ما مشاتش حدد تركيبه وسط الميدان اختار ثلاثه بيفويت معنا في وسط الميدان عكس مع طارق ثابت رينا ساس هو اللي كمل تريونجل وهذاك اللي خلق شويه ديزيكيليبر معناها على المستوى الدفاعي لا معناها كاردوزو خرج ساس من وسط الدفاع خلى تقال عايب واولو وساس هو كوم جوار دو كولوار ويدخل على ساقه اليسار باش بور انيمي باش ينشط معناها اللعب دونك افكار واضحه بصراحه والملاعبيه قاعدين يطبقوا في الافكار هذيا والتحسن بروغريسيون واضحه على الترجي الرياضي التونسي توا الترجي معناها كيما قلنا مشيت صفحه المباريات هذوما عنده البطوله ومن بعد عنده معناها ربع نهائي تاع تشامبيونز ليغ اللي بصراحه الترجي حط روحه في موقف صعيب بترشحه في المركز الثاني خاطر كي تشوف المنافسين معناها كوسوسوا ساوند داونز ولا الاهلي ولا الاساك ميموزا معناها سون دي غون مورسو اليوم الترجي لازم بصراحه يكون على زوج مباريات 180 دقيقه لازم يكون في التوب نيفو نتاعو باش ينجم يتعدى المنافسين هذوما. باهي فما اسئله قاعده تجينا في الحصه على حظوظ الترجي الرياضي التونسي في كاس العالم للانديه 2025 سهله ياسر دونك بالربح نتاع اليوم الترجي ياخذ نقاط حوافز خليه في الترتيب يقدم الترتيب الفيفا